عزوز بيرحب بالساده الركاب وبيتمنى لكم رحله سعيده وزي الفل. كابتن عزوز متشيك لابس بدله وكاب ومعانا مضيفه وخدمه نظيفه وجرب كل حبيبي يا جدي. قطعت بيا قوي من ساعة ما مت. يا عزوز يا ابني ما تعملش في نفسك كده. انت ايه اللي فكرك بجدك بس؟ ده ميت بقاله يجي 20 سنة. ان شاء الله يكون ميت بقاله 3 ايام. ده مهما كان قريبي يعني. قطعت قلبي يا عزوزتي. خد يا عم سيد. ايه ده؟ ده فرابتشينو على روح المرحوم. اشرب يا عم سيد. هو كان بيحبك قوي انت والفرابتشينو. بس هو بصراحة كان بيحبه أكتر، بس برضه كان ساعات كده بيحبك. يا شامم يا عم سيد، دي بدلته اللي عمره ما قلعها، ودي مذكراته اللي عمره ما كتبها، ودي شراباته اللي عمره ما غسلها. أوف. ودي إيه دي؟ دي خريطة. خريطة كنزي يا عم سيد. مش معقول، وريني كده، يبقى كلام أبوك كان صح. ده كنز جدك عزوز الكبير اللي كانوا بيحكوا عليه. جدك كان رحال عظيم، ما كانش بيعجبه أبدا الحال المايل. وفي يوم من الأيام وهو بينقل الكنز، دخل حرب كبيرة جدا مع القراصنة، وقعد يضرب 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 لحد ما المركب غرقت. بتاعة القراصنة؟ لا بتاعته، وغرق الذهب النبيتي معاه. الذهب النبيتي؟ وده زي الذهب الاسود كده؟ اكيد، جدك كان حويط وتلاقيه كان ناوي يحط على الساغه كلها. حبيبي يا جدي حبيبي. بس الكنز ده تحت الميه واحنا ما بنعرفش نغطس. شوف يا عزوز يا ابني، ما تقلقش، دي لعبتي. خلوا بالكم من الأنابيب اللي على ظهركم، دي قنابل موقوتة، لو انفجرت الراجل مش هيرضى يرجعها، وأنا سايب بطاقة رهن. ما تقلقش يا كوتش. ربنا يستر، يلا بينا.
والبطيء وفرحان من النوم يغطس ويعوم وهات يا لعب وريكس الكلب هوبا يشب يحب اللعب في وقت اللعب كفايه كده رتبت هاي يا اولاد هاي كده لو قلت لكم كل حاجه اعرفها عن الغوص مش فاضل غير اخر تمرين افرض دلوقتي يا هيصه اكسجين عزوز خلص ها هتعمل ايه هاخد الانبوبه بتاعته علشان انت قلت عليها رأي ولازم ترجع وتسيبني اموت يا غبي طب ما بطاقة عم سيد مهمة يرضيك يمشي من غير بطاقة اكسجينه خلص يبقى تديله من اكسجينك لحد ما تطلعوا انتوا الاثنين يا فالح طب ما تقول كده يا عم سيد انت عايزه يعني ينصص معايا في انبوبتي خد خد عزوز واشبع عملة بطنك الله يخرب بيتك ده غاز طبيعي غاز طبيعي يا عزوز يا ابني انت بقالك ساعة مدوخنا انت متأكد ان الفريرة دي بتغطس تحت المية؟ طبعا دي فول اوبشن سيبني بس اقرا الكتالوج بتاعها مش مستاهلة كتالوج احنا نخرمها وهي هتغطس فينا توماتيكي كفاية غباء بقى ما تقل الكلام يا اخي قبل ما تقوله نخرمها بايه واحنا ما جبناش الشنيور ها؟ بس خلاص لقيتها صفحة 128 كيفية تغريق الفريرة يا جماعة أنا مش مصدق نفسي إحنا بعد 5 دقايق هنبقى أغنية موت يلا بينا بقى نجيب الكنز مش ممكن أنا مش هقدر أنزل أنا اتشليت جسمي كله اتشل اعملي له حاجة تهدي أعصابه وتجرأه شوية يا نعناع عزوز اتس نيرفس شوك نعم معرفش بس الأستاذ محمود عبد العزيز كان بيقول كده في الفيلم أنا مستعد أنزل بداله أنا مستعد أضحي بعمري كله بس أعمل بوتكس اخس اقلع بدلتك واديها الرؤى قصدي النعناع يا عم سيد خلينا بقى نلحق الكنز قبل ما الدنيا تلاجل الكنز من هنا ايه ده يا مصيبتي فك مفترس لا ده على نفسه ده احنا من امبابة قصية يعني لا قرش يهمنا ولا ثروة سمكية تلمنا سيبوني سيبوني لا هعرف اتفاهم مع الاشكال دي احلى مسا عليك يا زميلي تعرف زكي الاخطبوط طب علي كابوريا ركز يا نعناع احنا املنا فيك كبير قوي بصي انت هتعدي قدامه هينبهر بيك هيمشي وراكي ويسيب الكنز طب وانتو هندخل ناخد الكنز مش محتاجه ذكاء طب وانا حلال عليك القرش مش محتاجه ذكاء دي بابا قروش ما عندهاش نظر السمكه دي هيبقى ذنبها في رقبتك لو ما سبتناش ندخل الكنز ده منظور لا ده لا يمكن يكون قرش ده وحش 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 اللي عايز يرجع يقدر يرجع يا جماعة مع السلامة يا عزوز ما عطلكش ده حقيقي مع السلامة يا عزوز بس ما يجيش حد يقول لي بعد كده هات حتة من الكنز بتاعك يا راجل يا راجل تحلى بعز الدعابة احنا كنا بنهزر معاك احنا معاك طبعا إذن فلنواجه القرش
حد له شوف حاجة؟ يا بحر ما فيهوش راجل، القرش فيك ويطلع لي، هترجعنا لزمن الشهاوة تاني. يا عم سيد يا مصيطنا، يلا بينا نشوف الكنز، ما فيش وقت. الخريطة بتقول هنا. يا دي النيلة، ده مقفول بالقفل، بس متلاقوش انا هتصرف، ده انا حرامي قديم. عزوز القفل ده لازم نجيب له ديناميت علشان نفجره. ونفجره ليه يا غبي؟ ما انا معايا المفتاح في السلسلة اهو، جدي كان مديهولي من زمان. انا برضو ده غبي؟ امال ما قلتش من الاول ليه؟ حسيتك نفسك تفتحه لوحدك، قلت اديك فرصتك. افتح الكنز واحدة واحدة يا عزوزتي، لحسن انا حاسة ان ركبي مش شايلاني من الفرحة. لا يا نعناع امسكي نفسك، ما تفرجيش علينا الشعب المرجانية. وما انا مش مصدق ان انا هبقى غني واتحكم في خلق الله عادي كده. ولا انا والله يا هزم، مش عارف انت هتبقى غني ازاي بصراحة. سمي ورينا الذهب النبيتي بقى يا عزوزتي. ايه ده؟ شع عمري طلع ملاحة اكل. انزل دور معايا يا هيصة، انزل دور معايا. الملاحة والملاحة وحبيبتي بل والطراحة، حصل علينا شع عمري ونعمة الكنز ده منظور.